بعد 3 أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن سياسية فقط، بل غلب عليها الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي يسعى من خلاله ولي العهد إلى تحديث المملكة. يصل بن سلمان إلى فرنسا في زيارة تستمر 3 أيام لعرض إصلاحاته وتعزيز العلاقات مع باريس بعد توتر مرتبط بالأزمات الإقليمية. وسيلتقي ولي العهد السعودي الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ظهر الثلاثاء لتعزيز علاقات معقدة أساسا بين البلدين. وسيتناول اللقاء بالتأكيد الأزمات الإقليمية من سوريا إلى الاتفاق النووي الإيراني واليمن والوضع في لبنان، كما سيتم بحث الوضع في منطقة الساحل حيث تساهم السعودية في تمويل مجموعة الدول الخمس، بينما تعتبر فرنسا أمن المنطقة وتنميتها أساسيا. بدوره قال الإليزي إن الرئيس ماكرون يرغب قبل كل شيء في إقامة تعاون جديد مع المملكة النفطية التي يتوقع أن تدل على مرحلة اجتماعية واقتصادية جديدة مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة. وقال مصدر قريب من الوفد السعودي لوكالة فرانس بريس إن الأمر يتعلق ببناء شراكة جديدة مع فرنسا وليس الجري وراء العقود فقط. وفي باريس سيتم التركيز على الثقافة والسياحة والمستثمرات المستقبلية والتقنيات الجديدة، خصوصا خلال زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى مركز للشركات الناشئة. وكان بن سلمان قد زار بريطانيا وأمضى 3 أسابيع في الولايات المتحدة، حيث التقى رؤساء شركات ووقع اتفاقات لتشجيع الاستثمار في بلده الذي يريد إعداده لمرحلة ما بعد النفط.